أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: علمنا أن الناس في القبر ينقسمون إلى قسمين، إلى مؤمنين وإلى كفار، والسؤال: ما مصير المؤمن الصادق في إيمانه مع الله ولم يكن به نفاق ولكن عنده تقصير وبعض الذنوب والمعاصي؟ هل يعامل معاملة المؤمن أم معاملة المنافق الفاجر؟ عذاب القبر يكون للكافر ويكون للمنافق ويكون لعصاة المؤمنين، فعصاة المؤمنين قد يعذبون في قبورهم، لكن ليس تعذيبهم كتعذيب الكفار والمنافقين، قد يعذبون مدة ثم ينتهي تعذيبهم، وهذا من الممحصات، من الممحصات التي يمحص بها المؤمن، فقد يعذب في قبره تمحيصا له، لكنه ليس كتعذيب المنافق وتعذيب الكافر. نعم.